بمشاركة 32 دولة حول العالم، اختتمت مسابقة القرآن الكريم الدولية في دورتها 18 في موسكو التي تحمل اسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، التي ينظمها مجلس شورى المفتين لروسيا. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الحفل الختامي للدورة 18 من مسابقة القرآن الكريمة الدولية في موسكو، حيث يشارك فيها 30 دولة والتي تحمل اسم صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، والتي ينظمها مجلس شورى المفتين لروسيا بحضور جماهيري لافت يقدر بنحو 6000 شخص، من بينهم ممثلون عن الرئيس الروسي وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب، بالإضافة إلى الأئمة والخطباء العاملين في الإدارات الدينية في عموم روسيا. نتقدم بكل إخلاص إلى صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين حفظه الله بالشكر العظيم على رعايته المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم. وألقى معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة كلمة في الحفل نيابة عن جلالة الملك، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لهذه المسابقة، وذلك توثيقا لعرى الأخوة والصداقة بين البلدين الصديقين. من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نشارككم في الحفل الختامي للدورة 18 من مسابقة القرآن الكريم الدولية في موسكو التي ينظمها مجلس شورى المفتين لروسيا، الذي تحمل اسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. ويسرنا في هذا المقام أن ننقل لكم جميعا تحيات جلالته حفظه الله وتمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد، وتقديره لهذه المبادرة الكريمة باختيار اسم جلالته ليكون شعاراً لهذه الدولة المباركة من مسابقة القرآن الكريم الدولية في موسكو، بما نعتبره باعثاً على الاعتزاز لبلادنا وشعبنا البحريني. وإننا في مملكة البحرين لنعتز كثيراً بعمق العلاقات الثنائية التي تجمعنا مع روسيا الاتحادية الصديقة، وبما شهدته وتشهده هذه العلاقات من نوم في كافة المجالات. وأشار معالي إلى جهود مملكة البحرين بقيادة ملكها المفدى في خدمة القرآن الكريم وعلومه، حيث اختير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة شخصية العام ضمن الجائزة العالمية لخدمة القرآن في دورتها السادسة في العام 2013 ميلادي. في الحقيقة احنا نشعر بالفخر والاعتزاز ان هذه الدورة لمسابقة القرآن الكريم في العاصمة الروسية موسكو تقام تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين. واستمع الحضور إلى تلاوات عطرة من القرآن الكريم، ثم أعلنت اللجنة منحها معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وسام الفخر باسم مسلمي روسيا الاتحادية، تقدير من مجلس شورى المفتيين لما يبذله معالي من جهود مخلصة في خدمة القضايا والقيم القرآنية والدينية والإنسانية. واختتم الحفل بإعلان النتائج النهائية للمفائزين في المسابقة، حيث حصل المتسابق البحريني محمد سمير محمد على المركز الثاني. إطلاق اسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على المسابقة الدولية للقرآن بدورتها 18 إنما هو تعظيم لدوره في تعلية شأن الإسلام ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكذلك تفعيل دوره في توطيد أواصر الصداقة ما بين كل من روسيا والبحرين. تلفزيون مملكة البحرين، ثريا أحمد، موسكو.